السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم رح نكمل كلامنا عن مادة الكيمياء الدوائية 1، مراجعة الفيرس اللي هي بالشباتر الانترودكشن. كملنا في المحاضرة السابقة لحد العلاقة بين الفارماكوكاينتيك والفارماكوديناميك. طبعا تكلمنا بشكل عام وأساسي عن إيش المقصود بالمفاهيم الأساسية في الفارماكوديناميك وفي الفارماكوكاينتيك المتعلقة في الميديسينال كيمستري. واخر شيء وصلنا لسؤال، ايش هل هناك ربط بين الفارماكوكاينتيك والفارماكوديناميك؟ ودائما الجواب راح يكون نعم، لانه ما في مجال انك تدرس احد العلمين بدون دراسه الاخر في الميديسينال كيمستري، لانه ما في عندك قدره على معرفه الفارماكوديناميك للدواء او التاكد منها في حال ما كنت عارف مثلا انه هل الدواء هذا راح يوصل لمكان التاثير او راح يحصل ميتابوليزم اكسكريشن او انه هل فعليا راح يتم امتصاصه ولا، وبالعكس هل انت راح تعرف انه هذا الدواء لما يتم امتصاصه او الديستريبيوشن بشكل سليم هل راح يعطي تاثير اللي احنا بنعتمده في الفارماكوديناميك. التكمل في هاي المحاضره راح يكون تقريبا عن احنا اخذنا اورال ادمنستريشن للدراج، فهاي الخصائص راح تكون للاورال ادمنستريشن. بالبدايه حكينا ان احنا الدواء اللي يتم اخذه اورالي راح يتم اول شيء حصول الامتصاص، طبعا بعد ما يحصل له عمليه الفيرست باس افكت اللي راح تؤدي الى تقليل البايو افيلابيليتي له، راح نحدد انه في عندنا الكميه التي تصل الى الدم وهي اورال افيلابيليتي اور بايو افيلابيليتي اللي هي fraction of the drug being absorbed into the blood circulation after taking it orally، لان احنا بنحكي عن oral bioavailability. وهنا احنا بيكون في عندنا عده معوقات او امور بتحدد مقدار ما سيتم وصوله للدم في حال اخذ الدواء orally. في عندنا بشكل اساسي الخصائص اللي بتهتم في الدواء اللي هي عندنا chemical nature of drug مثل lipophilicity والionization، واللي بدورهم راح ياثروا على الwater solubility. هذول الاثنين مع بعضهم راح ياثروا لنا على امكانيه وسهوله حصول الابسوربشن للدواء. بعدين في عندنا الاورال ستابيليتي اللي هي متعلقه في هل الدواء راح يوصل الى اماكن الامتصاص قبل ما يحصل له ديجريديشن او قبل ما يحصل له ميتابوليزم ويبقى في حاله قابل للامتصاص. وفي عندنا اخر شيء الفيسيولوجيكال فاكتورز، وهي امور فاري فروم اريا تو اريا ان ذا جي اي تي. في البدايه عندنا البي اتش اللي هي بتاثر على الايونيزيشن، راح نشرحها مقدما. لانه عندنا مثلا الاسيد في بيئه اسيد ما راح يحصل له ايونيزيشن فبيتم امتصاصه بشكل اسهل، نفس وكذا الامر في البيس في منطقه البيس. اما بالنسبه للجي اي تي موتيليتي فاحنا بشكل اساسي ومنطقي لو كان الدواء غير مستقر في منطقه واحده وكان غير قادر على انه ياخذ وقته في عمليه الامتصاص، او يعني انه كان الجي اي تي موتيليتي سريعه فحركه الدواء بعيدا عن منطقه الامتصاص راح يكون التايم اوف ابسوربشن قليل، وهذا بيؤدي الى تقليل الاورال بايو افيلابيليتي. جي اي تي كونتنت اللي هي بتاثر على هل مثلا في ادويه وجود الطعام بيساعد على امتصاصها، في ادويه وجود الطعام بيؤدي الى يكون الامتصاص سيء، او بيكون في عندنا بعض الادويه اللي وجود معادن او انواع معينه من الطعام بتؤدي الى زياده او نقصان في امكانيه امتصاص هذا الدواء. الموضوع الرابع هو وجود ديزيز داخل منطقه الامتصاص، لانه ممكن تكون المعده مثلا في حالات مثل حساسيه، مثلا في حساسيه القمح المريض بتناول القمح لكن لا يتم امتصاصه لانه في نوع من الامراض اللي بتمنع هذا الموضوع. نفس الشيء بالنسبه لحساسيه الحليب واللي هي عدم وجود انزيمات القادره على هضم اللاكتوز الموجود في الحليب. هاي الامور بتسبب كنوع من المعوقات اللي بتاثر على الاورال بايو افيلابيليتي. طبعا في انه هنا كان في سؤال انه لو كان عندنا دوائين احد الادويه عنده البايو افيلابيليتي الخاص فيه 90% والدواء الاخر كان 10%، هل ممكن نحدد اي من الدوائين له قدره اعلى على التاثير؟ الجواب راح يكون لا. ليه؟ لانه احنا هسه مش شرط انه كل الدواء اللي تم امتصاصه راح يكون بعطي تاثير، ممكن انه 90% اللي تم امتصاصهم ما كانوا بوتنت، لان البوتنت هي اللي بتاثر على امكانيه وصول الدواء الى التارجت. ممكن ال 10% اللي تم امتصاصهم كاملين وصلوا الى التارجت وكان البوتنسي تاعتهم اعلى من ال 90% اللي تم امتصاصهم الدواء A، فبالنهايه ممكن يكونوا الدوائين لهم نفس التاثير. متى ممكن نقارن بينهم بالاعتماد على الاورال بايو افيلابيليتي؟ لما يكونوا الدوائين لهم نفس البوتنسي للتارجت، هنا ممكن نحين مين ممكن يكون حسب الاورال بايو افيلابيليتي اعلى تاثير. الموضوع الثاني اللي هو اورال ستابيليتي اللي هو كمان من الامور اللي بتاثر بالاورال بايو افيلابيليتي. احنا بشكل اساسي في موضوعين او طريقتين اساسيات بتاثر في الاستابيلايز تاع الاورال دراج، فعندنا كيميكالي ستيبل وانزيماتيكالي ستيبل. كيميكالي يعني المواد الكيميائيه اللي ممكن
يتعرض لها الدواء خلال مرحلة وصوله من منطقة أخذ الدواء إلى منطقة الامتصاص. أهمها أكيد راح يكون مثلا أحماض المعدة، أنزيمات أو أحماض المعدة أو يعني البيئة القاعدية الشديدة في الانتستين. أما بالنسبة للإنزيماتيك الستيبل فهي كل تقريبا هي بتشمل الفيرست باس ميتابوليزم أو أي عملية ميتابوليزم تحصل من خلال الأنزيمات للدراج قبل وصوله إلى الدم. طبعا هاي يعني بشكل أساسي موجودة في الليفر، لكن كمان موجودة بأنزيمات الفم، موجودة بأنزيمات المعدة، الأميديز والإستريز، ممكن كمان في الأكسيديز اللي موجودة بأغلب أماكن الجسم. فأي عملية بتأثر على الستيبيليتي أوف الدراج بيفور إتس أرايف تو ذا بلاد بنسميها يعني هي الأورال ستيبيليتي اللي إحنا بنحسبها الحساب. طبعا أي عملية هي الفيرست باس ميتابوليزم لأنه قبل عملية الامتصاص. طبعا إذا كان في عنا الدراج أنستيبل فضمنيا رح يكون عنده لو أورال أفايلابيليتي لأنه رح يكون عملية الديجريديشن والميتابوليزم إله عالية قبل ما يوصل إلى منطقة الامتصاص. طبعا ايش الامور اللي احنا بنسميها احنا وايش لازم نكون عارفين شو هو الفيرست باس ميتابوليزم. الفيرست باس ميتابوليزم حكينا انه هو اي عمليه ميتابوليزم تحصل للدواء قبل وصوله للدم، وليس شرطا ان تكون في الليفر لكنها بشكل اساسي في الليفر. في عندنا كثير امور حكينا عنها، مثل عندنا الاورال كافيتي انزيمز مثل الاميليز واللينجوال لايبيز لانها كمان هاي مهمه. في عندنا ادويه بتنأخذ سابلينجوال لانه منطقه تحت اللسان فيها تروية دموية عالية جدا، ممكن هذا يعطينا امتصاص سريع جدا ووصول عالي جدا للأدوية إلى الدم. في عنا أدوية للقلب في الحالات الطارئة بتم إعطائها تحت اللسان. عندنا كمان البيبسيرجين في الاستماك، كل الجي اي تي انزيمز انتستينال، وكمان في عنا اللايبيز والأمور الأخرى اللي بتأثر كأنزيمات في الميتابوليزم قبل امتصاص الدواء. بعد هيك هسا احنا رح نحكي عن الأورال أكتيفيتي، وهنا في عنا شغلة في الأورال أكتيفيتي ما بنعني انه الدواء تم امتصاصه او بس احنا اللي بعنينا انه هل الدواء اعطى تاثير او لا. في ادويه ما بتم امتصاصها لكن تعطي تاثير، هون بصير اسمها لوكالي افكت. اما الادويه اللي امتصت ووصلت للدم ثم اعطت التاثير اسمها سيستميك افكت. يعني احنا هون احنا بنهتم في مدى اعطاء للدواء للافكت الخاص فيه. بينما ممكن نحكي الامور اللي بتاثر هي الكيميكال والانزيماتيك ستابيليتي اوف الدراج، لانه في حال كان الدواء سيستميك افكت الانزيماتيك والكيميكال ستابيليتي راح تاثر على البايو افيلابيليتي، والبايو افيلابيليتي بتاثر على مستوياته في الدم اللي بتاثر على كم من الدواء راح يعطي تاثير في السيستميك افكت. اما في ان فيسيولوجيكال ان نيتشر اوف جي اي تي لومين فلها علاقه كمان في انه في حال كان الموتاليتي عاليه راح يؤدي هذا الى خروج الدواء بشكل سريع من الجسم بدون اعطاء فائده تذكر. The same factors affecting the oral availability in the case of systemically active agents. كان هاي النقطه لانه في حاله السيستميك فاحنا بنهتم بالباي افيلابيليتي، وبان بنهتم بالباي افيلابيليتي فاحنا بنهتم بالاورال ستابيليتي، وان بنهتم بالاورال ستابيليتي فهي بتاثر على الاورال اكتيفيتي اللي لها دخل في السيستميك. فاي عمل بياثر على الاورال افيلابيليتي من خلال الاورال ستابيليتي لها علاقه بالاورال اكتيفيتي فور سيستميكلي دراج. عندنا هاي حكينا السؤال انه هل الدواء يجب ان يكون ممتص لكي يعطي افكت؟ الجواب هو فولس، لانه احنا في عندنا ادويه مثل الانتيسيدز والانتي كونستيبيشن هي وفي عندنا ادويه كمان هايلي بولر كومباوند في علاج اليو تي اي انفكشن. هاي الادويه لوكالي افكت ما في داعي انه حتى في حال اخذها فمويا انها يتم امتصاصها لانها بتاثر في مكان يتم الوصول اليه من الفم مباشره مثل المعده. مثلا في حاله الانتيسيدز الادويه بتاثر على تخفيض درجه حموضه المعده من خلال رفع البي اتش، من خلال انه مثلا في عندنا املاح المغنيسيوم والالومنيوم الام جي كبيس بتتشكل وبتتفاعل مع الاتش سي ال لتكون الاملاح وترفع البي اتش من خلال وقف تاثير الاتش سي ال وتحويلها الى ملح زائد ماء. وفي عندنا الانتي كونستيبيشن اللي بتعطي انه في عندنا مرات تعمل نوع من ريلاكسيشن للمسل اوف جي اي تي اوف مثلا في عندنا انتستين اور انتستين بشكل اساسي. هايلي بولر دراج حكينا فور يو تي اي مثلا. هاي حكينا هاي الفقره بتعيد الموضوع سيستميكلي اكتيف دراج انه بتعطيني انه لازم يكون الدراج ستيبل عشان يعطي افكت بشكل اساسي. طبعا لازم يكون مثلا ريتشينج ذا ليفر بيفور ذا بلاك سيركيليشن، لازم احنا هاي بتهمنا عشان الفيرست باس افكت. طبعا لوكالي اكتنج حكينا عنها وحكينا انه نوت نيسيسيرلي ابسوربد في حاله متى انه اما اعطيناه في الاكتيف فورم او انه احنا مثلا مرات بكون بنعطيه برو دراج وبتم الاكتيفيشن تاعه من خلال الانزيماتيك رياكشن مثل الامثله رح نشوفها هسه.
في عنا هذا الدواء الأول اللي هو البروموميسين. هذا الدواء بشكل أساسي عنده بولاريتي عالي جدا مثل ما شايفين، لأنه كلها تو أن اتش 2 أو اتش، وهي مجموعات هايلي بولر، فبنتم إعطاؤه كشكل اي في أو اي ام. لكن ممكن إنه نعطيه كباي أورال، هاي البي باي أورال. ليش؟ لأنه عنده لوكال إفكت، فهو راح يعطينا تأثيره مباشرة دون الحاجة إلى يتم امتصاصه، لأنه هو هايلي بولر ما راح يتم امتصاصه، مع هيك راح يعطينا إفكت. طبعا هو أمينو جلوكوسايدز، فهو نوع من الأنتيبيوتيك أو الأنتي مايكروبيال اللي بخضع للسالمونيلا والشيجيلا والأميبا. طبعا تأثيره، لأنه هاي الأمور تحصل عادة ممكن بسبب تسمم غذائي، فتأثيره راح يكون على أماكن نمو هاي البكتيريا في أوساط الامتصاص، فتأثيره راح يكون مناسب كلوكال. المثال الثاني لأدوية برودراج، هناك هذا المثال هذاك على أكتيف فورم، هسا مثال على برودراج. إحنا بيتم إعطاء الكولاترال أزود في عنا إيش بيتم في عنا سلفاسلازين، هو نستعمل الألسيراتيف كولايتس. الألسيراتيف كولايتس هي إنفكشن بيحصل في القولون، بيمتد تقريبا من مضغة القولون للريكتال. طبعا هاي ممكن إن نأخذ عليها أو نعالج المرض من خلال ان نعمل نعطيه السلفاسلازين. في موجود عنده ازو جروب، الازو جروب داخل الجي اي تي او داخل الانتستين، بيكون في عندنا الكولاترال ازو ريدكتيز او هون في القولون تقريبا، اللي بيتم افرازه من خلال البكتيريا اللي سببت الانفكشن، ليسبب تفكك الدواء كبرودراج الى دوائين اللي هم سلفا بايرودين و5 امينو سالسيليك اسيد. واحد منهم هو انتي بكتيريال والاخر هو انتي انفلاماتوري. طبعا هذا بيؤدي انه الدواء عنده دول اكشن، لانه هو عنده تاثيرين، واكت لوكالي لانه هذا الادويه بولر ان اتش 2 او اتش او اتش ان اتش ان اتش 2. وشغله ثانيه انه هاف نو اورال باي افيلابيلتي، معناها لازم نكون عارفينها. في حال كان الدواء لوكالي افكت ذن اتس هاز نو اورال باي افيلابيلتي اور فيري مينيوت وان. هسا بعد ما انتقلنا من اللوكالي افكت اور الاورال اكتيفيتي، هسا بدنا ناخذ الادويه اللي حصل لها absorption، راح تروح على مكان التأثير or side of action، ليكون في عنا مصطلح جديد اللي هو tissue availability، اللي هي كمية الدواء اللي وصلت لمنطقة التأثير. هي by mean ممكن تعريف هذا amount of drug that reached the site of action or the target of tissue. في عنا عدة أمور أو خمس أمور راح تحدد على الموضوع. في عنا extensive drug metabolism، لأنه إذا حصل للdrug metabolism راح يتأثر على oral bioavailability، إذا تأثر oral bioavailability هذا راح يأثر على التشيو availability. البلد بروتين بايندينج، لأن الأدوية المرتبطة بالبروتين غير قادرة على إعطاء أي تأثير أو يحصل عليها أي عملية فارماكوكينيتيك أو فارماكوديناميك. رابيد دراج اكسكريشن، هاي بتحصل في حالة الدواء كان هايلي بولر، فالدواء ما راح يعطي تأثيره بشكل سريع لأنه يحتم الاكسكريشن تاعه بشكل سريع. الفات ديسبوزيشن دراج لها علاقة قريبة بالبلد بروتين بايندينج، اللي هي الأدوية اللي بتم تخزينها من خلال الفات. الأمر الأخير هو الماني بارير ذات بنتريت تو بريتش ذا سايد اوف اكشن، لأن احنا ممكن نكون عندنا أول شيء دواء راح يعبر، يكون في عندنا البلاد فيسل بارير. بعد البلاد فيسل راح طبعا هذا بعد عبوره بعد امتصاصه، يعني هذا بعد ما حصل له امتصاص كان التشو فايلابيلتي تاعيته فور امتصاصه 100%. بعد هيك عبر البلاد فيسلز صار تركيزه 70%. بعد هيك بده يوصل الخلية، ممكن يعطي تأثير على سطح الخلية ممكن لا. عبر السيل ميمبرين صار تأثيره 30%. وصل النيوكليو ميمبرين وهو تأثيره 30%، لسه بيدخل على النيوكليوس، ممكن تأثيره يكون مثلا وصل 20% من وراء، انه في عندنا مالتيبل لاير. طبعا في حالة كمان لسه في عندنا السي ان اس، بكون في عندنا البلاد برين بارير اللي هو هاي ليميتيتنج بارير، راح يؤدي هذا كمان الى تخفيض اكثر واكثر. بالنسبة لشرح النقطة الثانية والثالثة اللي هي بلاد بروتين بايندينج والرابيد دراج سكريشن، ممكن نشرحها بهذا الشكل. احنا الادوية بتتنقل في الدم اما بشكل فري اور بايندينج تو بروتين. اشهر بروتين هو الالبومين اللي هو بروتين ناقل ترانسفورمينج ترانسفورميشن. طبعا هي فيري بيك، عشان هيك ما بيحصل لها اكسكريشن لانها راح تضلها بالبلاد فيسلز، ما راح يحصل لها ميتابوليزم، ما راح توصل للتشو لانها كبيره جدا عشان يحصل لها بنتريشن من خلال البلاد فيسلز، فهي راح تضل بس ماسك الدواء كمخزن. في عندنا شيء بيحافظ على نسبه الدواء اللي بيتم امتصاصه او حصول عمليات الفارماكوكينيتيك عليه، انه الدواء بيكون باوندد تو ذا البومين، لكن في عندنا نسبة فري. هاي النسبة الفري إذا حصل لها امتصاص أو حصل إنها تأثير أعطى تأثير أو حصل اكسكريشن من الجسم، بتم تعويضها من جزئية الباوندد
دراج حتى يحصل فيه عندنا نوع من الاتزان. ولكن صحيح في حال كانت كمية الفري زايدة رح يرجع جزء منها ويتم حصول له باوندينج من جديد. طبعا هذا الموضوع بده يعني جدا تناسق عالي في الجسم حتى يحصل دون حصول آثار سمية. وهذا واحد من الآثار اللي ممكن تشكل سايد افكت، انه ممكن الواحد ياخذ تعارض دوائي دراج دراج انتر اكشن يسبب تحرك او تحرر البروتين الأدوية المرتبطة بهذا البروتين وجعلها فري في الدم، وهذا الشيء بيزيد من تركيزها في الدم فوق المستويات الطبيعية وبسبب سايد افكت. طبعا حكينا انه في حالة الباوندينج ما بيحصل اي عملية، في حالة الامباوندينج بيحصل له عمليات، في حال كان باوندينج راح الديوريشن اوف اكشن تايته بتزيد، فممكن عملية دراسة التركيب الكيميائي في الميديسنال كيمستري لنلاقي طريقة انه يتم ربطه من خلال البروتين حتى نزيد الديوريشن اوف اكشن اوف ات and reduce the amount of drug per day، or يعني انه نقلل عدد الحبات or administration per day عشان يسهل على المريض انه ما ينساش جرعاته. الموضوع الثاني هو الاكسكريشن، انه احنا بشكل اساسي عملية الاكسكريشن بتترتب حسب اول شيء glomerular filtration اللي بترقم كل شيء بتعقم كل شيء ما عدا البروتين، وهذا يعني انه الادوية المرتبطة بالبروتين ما راح تتعقم. الموضوع الثاني هو عملية reabsorption of water and electrolytes و small lipophilic compound اللي هي ممكن في عندنا اصلا ادويه يتم امتصاصها في الدواء في الووتر ممكن يتم اعاده امتصاصها بهذه الطريقه. والموضوع الاخير هو الاكسكريشن فور اكسس اماونت اوف كومباوند ان ذا بودي. هاي بكون هنا هاي الامور بتكون غير فائده، او بكون في عندنا مرض ممكن فحص الاكسكريشن عشان نتاكد ايش الامور اللي تم اخراجها حتى نتاكد من سلامه الجسم. بالنسبه لتكمله هاي المحاضره راح تكون عن امور لها علاقه في المحاضره اللي قبلها، او هي المحاضره الثالثه هنا راح تكون عن المولكيولار بروبرتيز اوف الدراج. بشكل اساسي بتهتم بهاي الامور اللي هي بارتيشن كوفيشنت، ديسوليوشن كونستانت، ديجري اوف ايونايزيشن، لهم علاقه ببعضهم تقريبا، سوليوبيليتي كمان لها علاقه فيهم لانه اذا كان بولر اور ايونايت راح يكون سوليبل، كيميكال ستابيليتي حكينا عنها في المواضيع اللي قبل هي والبيولوجيكال ستابيليتي. بالبدايه بنبدا بالدراج سوليوبيليتي اللي لها علاقه في البدايه ايش الامور اللي بتسبب جعل الدواء اكثر ذائبيه انه نخليه بولر. كيف يكون دواء بولر؟ انه يكون مثلا بشكل اساسي ايونايز او يكون ايونايز، فالامور اللي بتخليه يكون ايونايز هي الامور راح تزيد السوليبيليتي تاعته وبنفس الوقت بتقلل امكانيه امتصاصه. وهي كمان الاشياء متى بتهمنا في حال كان الدواء بدنا اياه يوصل للسي ان اس. الدواء بده يوصل للسي ان اس لازم يكون نون بولر، فلازم نهتم بان نخلي الصفات الكيميائيه للناقل او للدواء نفسه بشكل انه يكون نون بولر حتى يسهل عبور للسي ان اس، او توفير امكانيه اتصال في نواقل معينه تستطيع الوصول للدماغ لاعطاء التاثير. طبعا هاي قاعده عامه موتر او مور ووتر سوليبل دراج بيكون عندنا بور بنتريشن تو سي ان اس لانه في عندنا لايبوفيليك بلود برين بارير بيمنع هذا الموضوع. في عندنا هنا شكل مهم جدا جدا خصائص البلود برين بارير مقارنه بالاذر تيشو. اول شيء الاذر تيشو اور نورمال تيشو في عندها بورس، في عندها نوعا ما سماحية عالية انه يعبر فيها الادوية حتى لو كانت نمبولر بامكانية انها تدخل من خلال البورس اللي هي وايد. اما على العكس السل البلوت برين بارير اول شيء انه نلاحظ انه في عندنا طبقة ابيثيليال عازلة نسميها اول سيل. في عندنا كمان البورس فيري نارو. والموضوع الاخير انها هي فاتي لاير سراوندز، في عندنا اول شيء كومباكت سيلز بشكل يعني اذا لاحظنا انه كثير مترقب قريبين على بعض. فهي الامور الثلاثه هي واحد كومباكت ونارو اند فاتي لاير راح تخلي انه لازم يكون المركب لايبوفيليك وكمان بشروط اخرى حتى يتم التعامل فيه في داخل السي ان اس. هاي يعني مهمه الرسمه اجت يعني كسؤال في الامتحان. هاي الامور هاي ممكن تلخيص سريع. هسه اللايبوفيليسيتي في الدراج راح تعتمد على وجود او امكانيه تكوين الروابط الهيدروجينيه. اذا كان الدواء يستطيع تكوين روابط هيدروجينيه معناها انه بولر بشكل اساسي وقاطع، اما اذا ما كان يستطيع فهذا راح ياثر على مقدار اللايبوفيليسيتي وخليها قليله. طبعا حكينا حتى يكون المركب ووتر سوليبل لازم يكون بولر، وعشان يكون بولر لازم يكون قادر على تكوين روابط هيدروجين بوند مع الماء. هسه في عندنا مفهوم بالهيدروجين بوند انه في عندنا هيدروجين دونر وهيدروجين اكسبتور، يعني مين المركب او ايش الذره اللي اعطت الاكسجين ومين الذره هي اللي كسبت الهيدروجين. اذا لاحظنا الشكل الاول احنا في عندنا هذا المركب في بالاساس دبل بوند، الدبل بوند كانت هي الاساس، يعني لو اهملنا وجود ال H2O كان الدبل بوند O هي الموجوده في الاساس، بعدها اجت ال H2O من الوسط المحيط لان احنا بنحكي عن ذوبانيه في الماء.
تم إتاحة فرصة للأكسجين إنها تمسك في الهيدروجين، فاللي كان الأكسبتر هي الأكسجين الخاصة بالكيتون، أما الهيدروجين أكسبت الدونر هو الماء، والعكس تماما في هنا إنه مش دائما الماء هو اللي بيكون دونر، ممكن يكون الماء هو الأكسبتر. إنه لو لاحظنا لو شلنا الماء من هذا المنظر هيكون في عنا OH في المجموعة الأخيرة، الO غير قادر هون على كسب الهيدروجين بل قادر على ترك الهيدروجين. الماء في وجود 2 لون بير للأكسجين عنده قدرة على أنه يمسك هيدروجين جديدة عشان يصير H3O بلس، وبصير easily leaving group، ممكن يؤدي هذا إلى خروجه وزيادة استقرار المركب أكثر وأكثر. طبعا عشان نعرف المجموعات البولر بشكل أساسي عندنا OH NH2 C double bond OH S double bond ON، في عندنا المركب هذا الكبير تاع الأميد N كمان double bond N NH2، أما الـ in between هي ما بين الأسيد والبيس أو ما بين البولر والنون بولر، لأنه فيهم قريبين من الأسيد والبيس لكن إحنا هنا اهتمامنا على البولر والنون بولر. هاي الأمور ممكن تتحفز أو تميل إلى شيء آخر من خلال المادة اللي بيتم إعطائها أو وجود أو مكان الامتصاص. النون بولر قلنا الكل، وفينا الأروماتيك، وفينا الهالوجينز، وفينا الـ NO2 CN الإيثرز، في مركبات كثير نون بولر. هسا في عندنا مصطلح اسمه بارتيشن كوفيشنت. البارتيشن كوفيشنت اللي هو حكينا عنه اول شيء مفيد لمعرفة مقدار تفكك الادوية، واذا عرفنا مقدار تفكك الادوية حكينا ممكن نعرف عدة خصائص ثانية بتفيدنا في اننا نعرف السوليوبيليتي اوف الدرج من خلال قياس الايونيزيشن فور ايتش. اول شيء عشان نعرف البارتيشن كوفيشنت لازم نعرف انه هو العلاقة بين تركيز المادة في الاورجانيك لاير على تركيزها في الووتر لاير، عشان نعرف احنا ها هي كيفية توزيع المادة. بالنسبة للبارتيشن كوفيشنت اللي رح يكون في عندنا ممكن التعبير عنه من خلال بي، بس التعبير في بي رح يعطينا أرقام غير صحيحة، فعشان هيك في حسابيا التمثيل الأسهل رح يكون من خلال لوج بي. في عندنا عدة قواعد، إذا كان لوج بي أكبر من 2 رح يكون هذا الدواء هو أكيد لايبوفيليك، إذا كان الدواء أكبر من أقل من 2 رح يكون هيدروفيليك. طبعا هاي في حالة كان الدراج نون أيونايت، لأنه الأيونايت له حسبة مختلفة عن هذا الموجود هون. طبعا هون احنا بنحكي رح يتم فصل المواد من خلال طبقة زيت وطبقة ماء، يجب توحيد طبقة الزيت بالذات، فعشان هيك احنا نستعمل اوكتانول از بيسك لاير. طبعا هذا الشيء بيعطينا ميزة نقارن بينها وبين الفوسفوليبيد باي لاير الخاصة بجسم الانسان، لانها بتتكون من بولر هيد اند نون بولر تيل، مناسبة للتركيب الكيميائي الأساسي للكيمياء العضوية داخل الجسم أو المكونات اللي بتشكل الجدار الخلوي داخل الجسم. هسا كيف ممكن نميز في حال هذا المركب بولر أو لا؟ إحنا ممكن نفعله من خلال إذا تفاعل الدواء أو المركب مع الملح وأعطى مركب قادر على الذواب في الماء، ممكن نعتبر إنه بولر لأنه قادر على تكوين الهيدروجين بوند، فهو بولر ووتر سوليبل. أما إذا كان نون بولر رح يكون غير قادر على هذا الموضوع، فبالأساس هو رح يكون غير قابل للذوب في الماء، ويكون إكسكريشن له صعب لكن امتصاصه ممكن يكون أسهل داخل سي إن إس. ممكن لحد هنا في عنا آخر شيء تطبيق معادلة حسابية على البي أبليكيشن اللي هي بتساعدنا على معرفة البارتيشن كوفيشنت للأسيد والبيس داخل الجسم، لأن هي لها علاقة في أماكن الامتصاص أكثر من الدواء والأشخاص بشكل أساسي، لأنه مكان الامتصاص بيأثر على البي اتش، واللي بدورها بتأثر على إمكانية أو ثابت التفكك الخاص بالحموض اللي هو بي كي اي. فهاي الأمور ممكن يتم دراستها وفي عندنا مسائل عليها من خلال معرفة مقدار الحالي للبارتيشن أوف أسيد أور بيس حسب المكان الامتصاص وحسب الدواء، لأنه بيكون معطينا شكل الكيميائي للدواء، إحنا نعرف أسيد ولا بيس كمان اللي قدام نعرف كيف. هاي المعادلة بشكل أساسي هي بي أبليكيشن تعطينا بي اللي هي الحسبة الأساسية على 1 + 10 بي اتش ناقص بي كي اي في منطقة الأسيديك، لأنه البي اتش متوقع تكون أعلى من البي كي اي، والعكس في منطقة البيس لأنها تساوي بي على 1 + 10 بي كي اي ناقص بي اتش لنفس الأسباب تقريبا. هاي بتعطينا نتائج أكثر صحة عشان نعرف نقارن هاي الدواء هذا صالح أو لا لإعطائه، وهل سيتم توزيعه داخل الجسم بشكل مناسب أو لا. طبعا إذا أخذنا أمثلة في عندنا مثلا في أدوية بتكون أسيديك، في عندنا البارتيشن كوفيشنت هنا طبعا المثال هو RTOOH فهو أكيد أسيديك، البي كي اي له 4، البي الأساسي له 200، فلو لاحظنا إنه في خلال البي اتش تساوي هنا في الانتستين طلع معنا الرقم بالنسبة للبارتيشن كوفيشنت
رقم قليل جدا، ان 20,000 تقريبا ممكن نحكي انه 50 او 25%. اما في حالات اخرى لو كان مثلا احنا كان الدواء في هو تقريبا دواء اسيد في منطقة البيس، ما راح يكون في عندنا ايونيزيشن، فما راح نستطيع نستعمل هاي المعادلة بالاساس، او راح يعطينا هذا الرقم الصغير جدا اللي ما راح يعطينا قيمة كافية ليتم امتصاصه، فهذا الدواء ما راح يتم امتصاصه بشكل سهل. هلا الفقرة مش مطلوب منها غير انه نعرف لوك دي. لوك دي هي عملية ربط بين مصطلحين اللي هم القيمة بين الايونيزيشن وبنفس الوقت الامتصاص او الليبوفيليسيتي، لانها هم الاثنين هم بشكل اساسي راح ياثروا على الامتصاص بشكل نهائي، اللي هي قدره الدواء على انه يكون ايونايز ولا نان ايونايز راح تساعده على انه يكون بولر، انه يعبر غدار الجدار ولا لا. الموضوع الثاني انه اصلا الماده هي كيمياء عضويه، هي كيمياء او تتم الكيمياء لانها بتتكلم عن امكانيه الدواء مرور الدواء من خلال شيء مشابه له اللي هي الليبوفيليسيتي. فهي اللوك دي بتربط بين الليبوفيليسيتي والايونيزيشن اوف دراجز. اعذروني شوي لاني ممكن كنت تعبان شوي الفتره، ففي امور شوي مشوشه كانت في هذا الشرح. بالنسبه للجدول الاخير بالنسبه للوك دي، هون احنا ممكن نقارن، احنا هون بنقارن بالنسبه للبيسك دراج، فبنلاحظ على الاسيديك ميديا راح يكون اللوك دي قيمته قليله جدا جدا، وعلى البيسك ميديا قيمه اللوك دي هي قيمه عاليه جدا او قيمه مقبوله جدا حتى يحصل له امتصاص. فمعناها لوك دي هي القيمه النهائيه اللي راح تاثر لنا على الامتصاص حسب طبيعة الدواء، ويعتمد على البي اتش، وبالاعتماد على البي اتش اللي بتأثر على انه هل راح يكون ايونايز ولا لا، وبنفس الوقت راح تأثر تأثير ثاني بنعتمده هو الليبوفيليسيتي وفي الدراج، فهي بتربط بينهم الاثنين. طبعا هذا كيف عرفنا انه بيست بسبب وجود مجموعة الان اتش، هي اثرت واعطت مجموعة البيسك ميديا او اعطت البيسيسيتي اوف الدراج. فبنلاحظ هاي العشرة ممكن في الانتستين اللوك دي 1.73 راح يكون امتصاصه احسن، في البي اتش هي سالبة معناها امتصاصه راح يكون سيء جدا جدا. وهاي هي المحصلة ان شاء الله لهذا الشابتر. المحاضرة الجاي او الموضوع الجاي راح يكون عن الايونيزيشن اند اسوسيشن اوف دراج، هي موضوعات حسابات باغلبها وفي عليها تطبيقات مسائل في الامتحان ان شاء الله. بالنسبة للمحاضرة هاي ما كان في عليها تطبيق كثير او ما راح يكون في عليها تطبيق، بقدر انه ممكن يكون في عندنا مسألة حسابية على لوك بي او بي، كمان على التعرف على مجموعات الاتش دونر والاتش اكسبتور، والتعرف على البنية الخاصة بالبلود برين بارير وبتخليه مميز عن غيره. بالنسبة للمحاضرة كمان الثانية الأمور اللي بتتعلق في limitation of tissue availability، والأمور اللي بتتعلق بالstability والoral activity وغيره. أمثلة اللوكل كمان مهمة للامتحان ودراستها يجب التركيز عليها وفهمها. وموفقين إن شاء الله في امتحانكم، امتحان راح يكون يوم الأربعاء إن شاء الله.